بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعزائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسم الثاني على التوالي يعود إليكم برنامج القارئ الصغير. هذا البرنامج اللي عديناه في رمضان السنة الفارطة واللي نال استحسانكم، البرنامج هذا اللي خليناكم تشوفوا صغاركم اللي تبعثوا فيهم للكتاب بالتحديد للجمعية القرآنية باش يقرأوا القرآن، تشوفوهم يقرأوا في القرآن وتبارك الله. البرنامج هذا عملناه لنال استحسانكم وكانت كيفية المشاركة كبيرة ياسر. السنة نعود لكم إن شاء الله بطبيعة الجمعية المحلية القرآنية وراديو طلبة، نعود لكم السنة للمرة الثانية بهالبرنامج هذا. البرنامج هذا مانيش باش نقتصروا السنة على القارئ الصغير اللي ما يتجاوزش عمره 12 سنة، السنة بقدرة الله مش يكون القارئ الصغير متاعنا في الصغير نتاع صنفين، فما صنف أول اللي عمره يوصل حتى ل 12 عام، وفما صنف ثاني من 12 ل 16 عام. احنا بالنسبة لنا الطفل هو ديما من سن بداية الطفولة حتى ل 16 عام. نتعداو سي شكري، سي شكري هو كاتب عام الجمعية القرآنية المحلية بطلبة. سي شكري ساعة مرحبا بك مع أصدقاء راديو طلبة. بارك الله فيك سي عادل، شكرا على الاستضافة هذه. وشكرا مرة أخرى يعني على وقوفك مع أهل القرآن ومع كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله يسجل في صفحات حسناتك. هذا أنت وكل مجموعة نشارك معك. الله يبارك. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكذلك الدال عن خير كفاعله. وهذا يعني من باب أن من يدل على الخير. هل المسابقة هذه اللي معناها كما كنت تذكر سيادتك، قلت معناها نالت استحسان برشا عباد عناول يعني في السنة الفارطة، وجمعية قرآنية، فشعرنا معناها بأهمية الحدث هذايا، وحبينا معناها زادا نمشيو فيه خطب أخرى قدام. وشاركت الجمعية القرآنية مرة هذه بصنفين كما قلت سيادتك، معناها برشا حالات أو ننسى حبينا نشاركوا معناها من ثم صنف معناها من الشباب معناها ما نستثناوش في هالمسابقة هذه، ولا بد باش نبرزوه. وحاجة ثانية زادة هو باش يكون كيما التطعيم، يعني باش تكون المسابقات هذه بقدرة ربي إن شاء الله معناها متواصلة بتواصل أهل الخير اللي يحثوا عليها بإذن الله إن شاء الله. عاد معناتها حبينا باش نعملوا صنفين بالنسبة للمرة هذه معناها في الكتاتيب، خذينا وليدات الصغار بالكل، وخذينا كذلك الصنف اللي معناها بين الشباب والطفولة اللي أعمارهم تقريبا بين 16 عام تقريبا معناها وحتى 17 عام ثم زاد. بحيث عدد المشاركين اللي شاركوا في المسابقة هذه تقريبا 190 معناها طالب وطالب تلميذ وتلميذ. يعني 190 هذوما اللي تقدموا باش يشاركوا في المسابقة هذه. سبق القارئ الصغير. صحيح، وصار تصفيات في الجمعية القرآنية على تقريبا ثلاثة مراحل. أسفرت عن يعني اخترنا من هكا 190 واحد، اخترنا 28 معناها 28 طالب باش ناخذوا النخبه معناها نتاعك اكيد ربي معناها باش تشوفوهم السنه يعني في حله اخرى جديده. وحتى التسجيل صار في جامعه شرقي معناها برا هذه معناها صار جزء منه في جامعه شرقي، جزء منه صار في جامعه شرقي خلال التحسينات اللي صارت في جامعه شرقي معناها نعرفوا عليها تطور مرة هذه. ايوه 28 طالب وطالبه باش يشاركوا بقدره ربي ان شاء الله على امتداد شهر رمضان في المسابقه هذه، وان شاء الله باستحسان معناها اهالي البلبة ان شاء الله، وان شاء الله نواصلوا في هذا النسق ان شاء الله. على كل اعزائنا، كيفيه المشاركه احنا تعرفها عمناول كيفاش، ونزيدوا نذكركم بها السنة. احنا كل نهار باش ننزلوا فيديو، زوز فيديوهات، فيديو للقارئ الصغير صنف اول وفيديو للقارئ الصغير صنف ثاني. يعني القارئ الصغير اللي عمره ما يتجاوز 12 سنه باش ننزلوا فيديو، والقارئ الصغير اللي عمره فوق 12 سنه باش ننزلوا فيديو. كيفية المشاركة بالنسبة لخيانا، كل واحد يرى الفيديو ويحط، فما ثلاثة حاجات، ثلاثة اختيارات، ينجم يحط جيم، ينجم يعمل كومنتير، ولا ينجم يعمل بارتاج، وينجم يعملهم الثلاثة. بطبيعة كل عملية من هذوما هي تعتبر نقطة للمتباني الصغير هذاك. احنا بطبيعة بالنسبة لنا هي مسابقة باش نشجعوا بها الصغيرات هذوما باش يقراوا القرآن وباش نتوجها بجائزة. وهو سبحان الله هذه في سنة حتى ربي سبحانه، معناها كل عمل طيب يتوج بجائزة حتى عند ربي إن شاء الله. بكلكم احنا وياكم نكونوا في الجنة نتوج بالجائزة هذه. إذا نرجع بالنسبة لنا، المسابقة مش تكون بالتدخلات متاعكم بجام ولا بكومنتير ولا ببارتاج،
كل تدخل من هذوما ياخو عليه المتباري نقطة. المتباري الا مش يجي اللول في الصنفين، فما متباري مش يجي اللول في الصنف الاول، متباري مش يجي اللول في الصنف الثاني. الزوز متبارين هذوما ان شاء الله بالنسبة للمسابقة متاعنا مش ياخذوا الجائزة، لكن فما الجائزة متاع الجمعية القرآنية. بالنسبة للجائزة متاع الجمعية القرآنية مش حكينا عليها السي شطري، وما هيش مش تكون بطبيعة التقييم متاعكم انتوما، التقييم متاع اعزائنا متاعكم انتوما مش يكون مش يتوج بجائزة عند راديو طبلبة. بالنسبة للتقييم متاع الجمعية القرآنية مش يتوج يتوج بجائزة من الجمعية القرآنية، وهو مش حكينا عليها السي شطري كيفية التقييم المتبارية. تفضل سي شطري. الله يوفقك سي عادل. بالنسبة للجائز القارئ الصغير، هي جائزة معناتها كما عملناها عملاوي، يعني ثم جائزة تسندها راديو طبلبة الأحسن، معناها قارئ يتحصل على أكثر أصوات. أكثر أصوات. وهذا معناها فيه برشا، معناتها فيه معناتها صوت وفيه معناتها حضور. نعم زاد معناها فيه وجه. لكن تقييم الجمعية القرآنية، احنا عندنا لجنة داخل الجمعية القرآنية فيها مجموعة من القراء، هو باش يقيموا التقييم معناها نتاع الطالب هذاك من خلال قراءته أداؤه معناها إتقانه لقواعد التلاوة وكل شيء، حيث فيها تقييم آخر كشاب، تقييم أكاديمي. صحيح، تقييم أكاديمي، وعلى إثره هو باش نسدوا احنا جوائز بالترتيب حسب معناها المدبرين اللي قدمناهم احنا، حسب الأولويات. حسب الأولويات، هذه بالنسبة للقارئ الصغير. ثم زاد جانب آخر باش نحب نقول لك عليه قبل ما ننساو، الجانب نتاع الجائزة الكبرى، هي قلنا تبولبا راهي مدينة القرآن، أكيد احنا ما يعرفش تبولبا من قبل الشباب نتاعنا نتاع تو، راهي تبولبا كانت تاع عشب الحفاظ، ونحبوا نعاودوا نرجعوا المجد نتاع تحفيظ القرآن في تبولبا إن شاء الله. إن شاء الله المجهود هذا معناها مجهود مساهم فيه برشا أطراف، إن شاء الله معناتها ربي فيه، ماهوش معناتها حكى على الجمعية القرآنية برك، يعني كل إنسان عنده قدرة باش يساهم في هالمجهود هذا في تشجيع الشباب هذاك باش يحفظ القرآن، ما تبقاش بحاجة أخير من حفظ القرآن باش تحفظ، فهمني؟ حيث احنا الجائزه هذه عندنا كنا المسابقه الثانيه هي مسابقه 60 حزب اللي بدينا فيها عام ناوي وطلقنا فيها، وقلنا خاصه بابناء طبلبه باش خاطر اللي كان باش نخرجوا برا احتمال يجونا متنافسين ومتبارين معناها يغلبونا، احنا قلنا خلينا ننطلقوا من طبلبه باش نغذيو اكل كيما نقولوها اللبنه نتاع الحفاظ نتاع طبلبه، حيث عام ناوي كانت المشاركه فيها ثلاثه من الناس نالت استحسان برشا عباد، كيف بقينا معناها العدد الصغير نتاع الحفاظ اللي قدموا خاطر ثم جماعه جات مباشره ما حبوش يشاركوا، عملنا جائزه القارئ اصغر حافظ للقران واكبر حافظ للقران عملناها عام ناوي في الاول، وهذيك زاد نالت استحسان برشا عباد خاطر لابد ثم امتداد معناها بين الكبير والصغير. بالنسبه للسنه قدرت ربي ان شاء الله زدنا اضفنا حاجه اخرى، قلنا في عوض 60 حزب انه نعملوا 60 حزب جائزه هذيك كبر 60 حزب، واش نعملوا جائزه للي يحفظ 30 حزب واللي يحفظ 45 حزب وهكذا، وتولي معناها ثم تطعيم حتى اللي عنده تطعيم وتشجيع على المواصله، تشجيع على المواصله. السنه قلت ربي ثم عندنا تقريب اللي باش يشاركوا في 60 حزب ثم تقريب سبعه متبارين فيهم حتى الاناث معناها، والحمد لله فضل عند ربي. وكذلك معناتها في الجوائز زاد في المسابقه نتاع 30 حزب وال 45 حزب معناتها زاد كيف عندنا فيها متبارين من صنفين معناها اناث وذكور، وهذا معناها بشارة خير ان شاء الله لاهل الدروب كلها. الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، واحنا ما ثماش حاجه يعني نضمن بها الام معناها اللي معناتها تراعي كل شيء من جميع النواحي هي كحب القران، نضمن بها النشء السليم. صحيح، النشء السليم كالقران ينشا في ظل ام اللي تكون حافظه كلام ربنا. اللهم صل على النبي، هذا معناها حاجه تصلي على النبي حاجه خارقه للعاده. كذلك ما تفوتنيش باش نحب نزيد نلاحظ ملاحظه، يعني الناس اللي تشارك في البرنامج هذا سواء كان بالكلمه ولا بالصوره باش يتفرج ولا باش يبارتاجي هذاك، راهو ما ثماش حاجه من افضل من حفظ كتاب الله. مفيش باش تقاوم الارهاب، باش تقاوم اي حاجه نتاع فساد تقاومها في البلاد، الفساد المالي والفساد الاداري، راهو القران راهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، واحنا هذا مشهود نسعى فيه. واذا كان ثم اهل الخير زاد باش يساهموا في الجوائز باش نكرم حتى احنا طول عدد كبير نصلي على النبي نتاع المتبارين، معناها الجمعيه القرانيه لا 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 تستطيع ان ان شاء الله لما حالة هم اهل الخير في الحوايج هذه. صحيح، ان شاء الله اهل الخير يساهموا في هذا المشهود هذا، تو سعاده بارك الله فيه مشكور معناها يبرز في النشاط معناها النشاط تقوم به الجمعيه تبرز فيه، انت عندك يعطيك الصحه معناها مجهود كبير ياسر، مجهود نتاعك يذكر فيشكر،
لكن كذلك نحبوا زاد اهل البلبه ومشهورين بالكرم نتاعهم والجود نتاعهم والسخاء نتاعهم باش يكونوا صفا واحد وراء القران. خاطر احنا كيفاش كيف هذا ولدي يحفظ كي نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك القلب الذي ليس له فيه نصيب من القران كالبيت الخرب كما الدار الخرب. حيث لابد احنا كي ظلنا نربيوا اولادنا وشبابنا يحفظ نصيب من القران في قلبه قدره ربي غدوه يمشي يقرا ما تغير حتى شيء معناها يدخل يقرا حتى كي تجي المناهج الهدامه يدخل في خدمته باش يكون معناها من احسن يكون موجود غادي حيث هذيك القران هو راهو حصن لكل انسان. وربي ان شاء الله يوفقنا وبارك الله فيك سعادة. شكرا. ربي يوفقنا وانتم بارك الله فيكم وهذا من حسن اخلاقكم انكم معناها تثنيوا على راديو طبلبه. بالنسبه لراديو طبلبه اللي ماهوش في الحقيقه في شخص عادي بركة هو سي محمد بيوض والعديد والعديد من الخيال اكيد معناها هي موجودين فهمني واحنا الغايه الوحيده نتاعنا وجود راديو طبلبه الغايه الوحيده نتاعه هو ابراز كل نشاط يرجع بالنفع على طبلبه واحسن نشاط يرجع بالنفع على طبلبه الكل اللي ينجم يكون كان القران الكريم. وان شاء الله صغيراتنا اذا كان اليوم موجودين 28 مش وصلوا للنهائي ان شاء الله غدوه يكونوا اكثر واكثر واكثر وترجع طبلبه بالحق كما قال سي شكري مدينه القران بالحق. القران موجود في صدر كل طفل وفي كل في صدر كل شاب وفي صدر كل ام وفي صدر كل بنت وفي صدر كل شيخ. وتوا ما نجم نقول لكم كان نتلاقاو نتقابلوا ان شاء الله مع الفيديوهات هذوما ونحثكم على المشاركه بكثافه في هالفيديوهات هذوما باش هالكلام ربي يوصل للناس كل كي وباش نشجعوا الصغيرات هذوما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.